سيدنا مرحبا بكم في حلقة جديدة اللي دينا خصيصا على واحد الهمزة من الهميزات ديال أوبيل. حنا الآن متواجدين بلاميزون أوبيل باش نقدموا لكم واحد السيارة غادي نقدموا لكم المميزات ديالها والخصائص ديالها. وما ننساوش الهمزة اللي دينا على وديت هذه الحلقة اللي ناقص 5 مليون في الثمن ديالها. السيارة اللي كنتكلموا عليها هي سيارة أوبيل غرونلاند الجديدة اللي كتشاهدوا فيها على الشاشة. إلا بغيتوا تعرفوا المزيد بقوا مع نهاية الفيديو. وهذا خالد أبو مالك يحييكم من سيارات المغرب عبر منصتي يوتيوب وفيسبوك. فاصل ونواصل. عودة مجددا مشاهدينا الكرام من داخل لاميزون أوبيل. كما كتشوفوا لوبيل غنيه يعني باللوطه ديالها الكروسلاند الكورسا الموكا كذلك. ولكن اليوم جينا نتكلموا لكم على لوبيل غرونلاند اللي كتشوفوها على الشاشه سواء السوداء او الجري الرماديه اللي كنشوفوها على الشاشه. اذا لوبيل غرونلاند على شكل من عليها فيها واحد الهمزه مميزه ممتازه ناقص 5 مليون من الثمن ديالها. والاهم من ذلك متوفره في الديزل باعتبار ان المنافسين ديالها كاملين مشاو للبريد يعني الا القليل اللي باقي اون ديزل. فلوبيل مازال باقيه اون ديزل مازال كتطرح في الاسواق المغربيه اون ديزل. الناس اللي باغيين ديزل فعليه لوبيل غرونلاند سياره ممتازه. الناس اللي خداوها شاكرينها زيرو اون بان يعني ما عندهاش المشاكل. السياره في الحقيقه اللي ريفيو ديال الناس ممتازه جدا. اذا كتشوفوا معنا على الشاشه السياره يعني بلي دو فيرسيون ديالهم. السياره كاينه في المغرب جوج ديال لي فيرسيون. الفيرسيون الخاويه اللي هي في اللون الاسود اللي كنشوفوها دابا على الشاشه والرماديه هي الفيرسيون العمراء جي اس لاين. اما لونتي دغام ليديسيون فهي اللي كنشوفوا فيها دابا على الشاشه. واحسن حاجه نبداو ونتكلموا عليها هي المحرك اللي كتشوفوه على الشاشه. محرك ديزل كما قلت لكم واللي بقى دابا يعني واحد المرات قليله اللي باقي عندهم ديزل من بينها لوبيل صراحه مازال كتعتمد على الديزل والناس اللي مازال كيعشقوا الديزل. فلوبيل غرونلاند الحل الامثل. موتور محرك الليتر 5 محرك ممتاز جدا اللي كيديفلوبي 130 دلخيل مع قوه جبائيه 6 ديال الاحصنه الجبائيه و 300 نيوتن متر عفوا ككوبل ماكسي ديال هذا المحرك. والمميز كذلك هي لابواد فيتاس اللي كتشوفوها على الشاشه بواد فيتاس اوتوماتيك من 8 سرعات 8 ديال السرعه تمولاي. يعني المحرك غادي يكون مزيان ومعه بواط اللي كتساعدو في الاداء ديالو 8 ديال السرعات وهذا شيء مميز في السياره. بلس لي باليت فولون اللي ربما يبان لكم على الشاشه لي باليت فولون اللي حتى هما كيساعدوا على اداء مميز لابواط فيتاس اوتوماتيك اللي كتشوفوها على الشاشه ولي باليت حتى هما. اذا محرك اللي ما كياكلش الكونسوماسيون ديالو ما كتجاوزش 4.5% ككونسوماسيون موين ديال هاد السياره. في الحقيقه كونسوماسيون ممتازه جدا اللي ما تلقاهاش في محركات اخرى. اذا اوبيل غرونلاند جابت مجموعه ديال لي زوبسيون مجموعه ديال الخصائص اللي غادي نتكلموا عليهم كل وحده على حده سواء في الخاويه او العمراء لونتري دغام اللي هي ليديسيون او العمراء اللي هي جي اس لاين اللي احنا متواجدين داخلها الان. اذا قبل ما نمشيو للخصائص نبغي نذكر بلي ان الكفر ديال السياره كيتجاوز 514 لتر وريزرفوار ب 53 لتر وهذاك كما كتشوفوا الكفر كبير حجم عائلي. السياره من نوع الاس يو في والكرون اس يو في ماشي حتى الاس يو في حيت كاينه الميني اس يو في بحال الكروسلاند او الاوبيل موكا. اما اللي كنشافوها حدا فهي اس يو في الغرونلاند. نمشيو للخصائص ديال السياره كما كتشوفوا ليكرون تاكتيل كوكبيت ديجيتال يعني السياره ممتلئه خاصه في الجي اس لاين كاين مجموعه ديال لي زوبسيون. ولكن ما غاديش نتكلم على هاد الخصائص الاول بدي بالخصائص ديال لا سيكوريتي اللي هما 6 ديال لي زيرباك لا بي اس لاسيستي لونتي باتيناج لونتي ديباراج لي دو ديماراج سيغ لو كونت والمود دو كوندويت اللي شفنا في لي باليت في الفولون لي مود دو كوندويت سوا سبور سوا
نورمال سوا يعني ليكو تقدر تمشيها حتى بليكو ديتكتور فاتيغ يعني السياره ملي كتشوف فاتيغ كتعلمك الفرانشيزمو دو لين الا خرجت على الطريق فكتصوني لك باش تتنبهك الا داك النعاس الفيرموتور دي بور دي بورت عفوا غولون ملي كتمشى السياره فتسدوا عليك البيبان ديتكتور دو غونفلاج الروايدين نقصوا من نفس كتعلمك كذلك والسيستم ايزوفيكس ديال الاطفال وهادو هما كاملين لي زوبسيون ديال لا سيكوريتي اللي هي مهمه بالنسبه لاي سياره. نواصل دائما مع لي زوبسيون ديال الكونفور. كنا تكلمنا على السيكوريتي، السيكوريتي كما كتشوفوا عامره في لي دو فيرسون سواء الخاويه ولا العامره فيها لي فيرسون سيكوريتي بحال تقريبا. اما يعني لي زوبسيون ديال الكونفور كاين واحد شويه ديال الاختلاف. بالنسبه للكليماتيزاسيون ما كاينش اختلاف، بجوج بهم كليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزون، ملي كتسمعوا بيزون يعني مقسوم على جوج، يعني الراكب يقدر اللي معك الباساجي يحدد يعني الدرجه اللي بغا والسائق الدرجه اللي بغا. هذه هي البيزون، المعنى ديال البيزون. شحال من واحد كيسولني على البيزون ما معناه، فهو هذا هو المعنى ديال البيزون. لورديناتور دو بور كيما شفناه، الكوكبيت ديجيتال سيستم ستارت ستوب ريغولاتور ليميتور دو فيتاس الديتكتور بلوي، كاع هادو دي زوبسيون كاينين سواء في الخاويه او العمره. ليكرون تاكسيل حتى هو كما شاهدناه على الشاشه موجود في لي دو فيرسيون. ليكتور دو بانو موجود في لي دو فيرسيون. ليد دو ستاسيونمون او لي رادار دو ريكول كاينين لاريير في الخاويه ولاريير ولافون في العمره كما تشوفوا على الشاشه. الكوسانات فيها هادو الكوسانات ديال العمره فيها سته ديال لي بوزيسيون اللي كيعطيك ديتكتور فاتيغ وانها مريحه جدا هاد الكوسانات هادو اللي كاينين في العمره. مالوغوزمون الخاويه مبدلين شويه في الكوسانات ولكن حتى هما مريحين. نزيدو دائما في الخصائص كوموند فولون في لي فيرسيون كاملين، فولون ريغلاب في لي فيرسيون كاملين، روتروفيزور الكتريك في لي فيرسيون كاملين، روتروفيزور رابطابل فقط في الجي اس لاين، والمال ليبر في لي فيرسيون كاملين. نعم نافيكاتور جي بي اس في لي فيرسيون كاملين، سمارت فون ابل كار واندرويد اوتو في لي فيرسيون كاملين كذلك. نمشيو الان للخصائص ديال الاستيتيك اللي مهمه. بين الحوايج اللي زايدين في العمره هو المال ليبر او الهيون الكتريك ديال الكوفر، اللي الكوفر كيتحل غير بالموفمون ديال الرجل، فتحرك رجلك تحت الكوفر فكيتحل الكوفر. هذه في العمره، اما الخاويه فكيجي عادي نورمال. بين الخصائص كذلك المميزه للسياره فلي جونت الومنيوم لي فيرسيون كاملين، الا ان ليديسيون كتجيب 17 بوس عفوا والجي اس لاين كتجيب 18 بوس. اما الصالري تقريبا تيسي بجوج بهم، الفولون كوير بجوج بهم، و الفو دو جوغ ليد بجوج بهم، لي فار ستوندار في ليديسيون. اما هذه اللي كتشوفوا فيها لي فار الماتريكس ليد، شي حاجه زوينه بزاف اللي كاينه في العمره. لو توا بالنسبة ليديسيون فكيجي توا عادي، أما الجي اس لاين فكتجيب توا بانوراميك اللي شفناه على الشاشة. دائما المشاهدين الكرام مع الاستيتيك فكتجيب لي بار دو توا بجوج بهم لي فيرسيون، لي فيتر تانتي لي فيرسيون كاملين. إذا هادو يعني ملخص ديال يعني لي زوبسيون اللي كاينة في الجرونلاند. كما كتشوفوا على الشاشه راه الطوموبيلات بجوج شفناهم سوا ليديسيون سوا جي اس لاين العمره كما كتشوفوا على الشاشه. بقى لنا الفقره الاخيره اللي هي الثمن، واللي كما قلتكم راها ناقص 50000 درهم، 5 مليون ناقصه في الثمن. ليديسيون اللي كتشوفوا على الشاشه هذه الكحله، هذه ليديسيون الثمن ديالها حاليا 30800 بدون مصاريف الصباغه اللامعه وبطاقه الرماديه. اما العمره اللي كتشوفوا هذه الرماديه جي اس لاين فالثمن ديالها 34 مليون و400 بدون حتى هي مصاريف الصباغه اللامعه والبطاقه الرماديه. وإذا بغيتوا تزيدوا هذه المصاريف فكتزيدوا على 10000 درهم مليون اخرى باش كتعطيك الحساب ديال يعني كومبليكتلي. اما
إذن أتينا على نهاية هذه الحلقة، نتمنى أنها تكون عجبتكم، وإلى عجبتكم ما تنساش تبارطاجوها مع أصحابك والأحباب اللي أنتريسي بالوطن واللي كيبغيو يعني المعلومات حول السيارة. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وتدعمونا بالاشتراك ديالكم سواء المجاني اللي ما غتخسر والو، وكاين حتى الاشتراك المدفوع. إذا بغيت تساند القناة فالاشتراك المدفوع ابتداء من 5 درهم تقدر تشترك في القناة ب 5 درهم، ب 10 درهم، 50 درهم، 100 درهم، أنت وجهدك. حنا ما يعني ما هذه مجرد دعم للقناة. مرحبا بكم كاملين سواء اللي دعمنا مجانا او لا دعمنا بالاشتراك العادي مجاني او لا بالاشتراك المدفوع، مرحبا بالجميع. كذلك نوه سادة المشاهدين اننا فترة الصيف وغتكون الحركة في الطرقات كثيفة، وبالتالي الحضر ثم الحضر في الطرقات. لزموا قوانين السياقة في المغرب باش نحافظوا على السلامة ديالنا والسلامة ديال الراكبين اللي معنا. كان معكم خوكم وحبيبكم خالد أبو ملك من سيارات المغرب كارماروك، أطيب المنى. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.